السلام عليكم محبين قناة ديزاد ويك، مرحبا بكم. اليوم سنفك شفرة وسر من أسرار قسنطينة، المدينة العجيبة. نحن أمام هذه البناية الكولونيالية، إنها نزل البلدية أو مقر البلدية، لكن ما يهمنا اليوم هو هذا الشعار المرسوم فوق هذه الصومعة. إنه يمثل فرس سوداء تحاول أن تنط من على حصن، ونلاحظ بأن المستعمرين كانوا يعرفون قصتها لدرجة أنهم تبنوها في شعاراتهم الرسمية والعسكرية كما تدل عليه هذه الأوسمة. وبما أننا سنتطرق إلى فرس، فمن الطبيعي أن نبدأ القصة في حقل سباق الخيل المدعو لبودروم الموجود حاليا بمنطقة سيدي مبروك. قسنطينة، حيث كانت تقام الفانتازيا وسباق الخيل. ذات يوم من سنة 1700، أي منذ حوالي أكثر من 500 سنة، حاكم تونس مراد باي المدعو بوبالا، وسنعرف لماذا سمي هكذا بعد قليل، أرسل هدية متمثلة في حصان إلى باي قسنطينة علي خوجة، ولكن هذا الأخير يرفض الهدية ويردها إلى صاحبها، فيغضب ويثور، فيقرر باي تونس أن يحضر جيش لمعاقبة باي قسنطينة. ولكن لماذا رفض علي خوجة الهدية؟ السبب أن مراد باي كان مستبدا وذو شر يعث فسادا في الأرض، في أرض تونس، وقيل أيضا أنه كان يأكل البشر من أعدائه، لهذا سمي بوبالا، والبالا هي سيف عريض بالتركية. مراد باي استولى على الحكم بعد صراع دموي مع عمه، توجه إلى قسنطينة سنة 1700 وواجه علي خوجة في ضواحي الخروب وانتصر عليه، ثم تقدم إلى قسنطينة وحاصرها. بدأ بتدمير قلعة كانت على جبل الطابية، ولكنه لم يستطع الدخول إلى المدينة نظرا لتحصيناتها الكبيرة، ظل يحاصرها ومنع الماء على السكان وكذلك دخول السلع إليها. وكان باي طرابلس أيضا حليف مع مراد باي واشترك معه في الحصار على المدينة. هذا الحصار أصاب السكان بضرر كبير وبدأوا يفكرون في الاستسلام، ولكن كان هناك بن زكري وهو برتبة بش صيار، أي بمثابة وزير البريد حاليا، فقال لهم لا تستسلموا واعطوني فرصة لجلب المساعدات من الجزائر، ولكن كيف سيخرج من المدينة مع هذا الحصار؟ السر هو حليليفة، هذا هو اسمها، وهي الفرس الدهماء، بحيث ربطوها بالحبال وأنزلوها مع فارسها بن زكري في ليلة غير مقمرة، لأن المكان كان غير محروس، لأنه لا يعقل أن يخرج منه إنسان عاقل نظرا لارتفاعه الشاهق، فغفل المحاصرون على تأمينه وحراسته، فتسلل عبر منطقة كافشكارا على ارتفاع 170 متر تقريبا من سفح وادي الرمال، وانطلقت حليليفة تطول المسافات وتجوب القفار والعمران والجبال والسهول، وهي تركض ليل نهار على مسافة 450 كيلومتر باتجاه الجزائر المحروسة. تكبدت عناء الطرق الوعرة وتقلبات الجو والطبيعة، ظل السكان ينتظرون الأخبار السارة، عساها تأتي بالفرج. وكم كانت الفرحة لما وصل جيش عارم لنجدتهم، وبالفعل ضحر الغزاة ونالوا شر هزيمة، ودخل بن زكري منتصرا منتشيا وهو يمتطي فرسه حليليفة، فاستقبلوهم استقبال الأبطال، فكيف لا وهم من خلصوهم من شر المهاجمين. كانت هذه القصة المعبرة. إذا أعجبتكم نرجو منكم التدعيم بالاشتراك والإعجاب، وشكرا لكم.